واجلد ذاتي. انت مش واخدي من الشارع عشان تشك فيها، عمال على بطال. اختيش يا اخي التصرفات ولا مرغوة، انا مش هقعدك فيها. مش طيارة، مش طيارة ريحتك يا اخي حقيقي. شفت يا رغدة، مش هو وعدني قدامك انه هيبطل شك ويبطل تصرفات سيئة معايا؟ عارفة بيعمل ايه؟ مبهدلني. ديل الكلب ما ينعدلش ابدا. طب وليه ديل؟ ما هو كلب اساسا. اسف يا مدام رغبة، ده الموضوع مجرد زوبعة في فنجان. انت عارفة عمل ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مركب جهاز تصنط في التليفون بتاع البيت. ايه؟ تصنط؟ ليه؟ متجوز جاسوسة؟ متجوز سيرين قهرولي؟ انت كل ما تشوفيني تصرفيني بالشنطه في صدري. انا اسف يا حضرتك، بس انا ما كانش قصدي اتسلط عليها ولا حاجه، انا كنت بتابع تحركاتها. كل ده ليه؟ عشان بحبها، بغير عليها حتى من البلتكنات بتاع الشبابيك. ليه يا حبيبي بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ انت اي نعتك شبه من السيفون البلدي اللي متعلق في السقف، فاكره؟ ايوه، ابو سلسله في السقف. كل ده مش فارق، الراجل مش بشكله، الراجل باحساسه. تعبه نفسك في ايه؟ بتنصحي ده اكس باير. تاتا بالله العظيم، انا مسافره عند اهلي في المنصوره وهجيبهم هما اللي يتفاهموا معاك. لا كله الا كده، انا سكتت لك كتير، ما عنديش الكلام ده ولا ستات تسافر بالليل. تعالي هنا، خد تعالي هنا. اوعى شيل ايدك، وانا حلفت يمين ثلاثه اني مسافره يعني مسافره. عشان حلفانك ما يقعش في الارض، انا عندي حل كويس. مدام رغبه. رغبه يا حيوان. انا اسف يا مدام رغبه، ممكن النهارده تاخديها ببيتها في حضنك؟ انت متاكد؟ في حضنك. مش هتضلي قاعدة على السرير كده؟ مش هتنامي؟ لا نامي بالسلامة انتي حبيبتي، انا هنام على الكنبة بره. اقسم بالله لنمي شنطتي دلوقتي واطلع على بلدي منصورة، ولا احس ابدا ان انا ضايقتك في بيتك. لا يا حبيبتي، اقسم بالله لا امشي. هفهمك. اقسم بالله ما انا عدالك فيها. ايه اقسم بالله كتيرة دي؟ انتي فاكرة نفسك في محكمة الأسرة ولا ايه؟ الموضوع بس ان انا بشخر وانا نايمه، فخايفه ازعجك يعني. تيجي ايه جنب حمار الحصاوي اللي انا متجوزاه اللي بيشخر حتى هو صاحي؟ انت شايفه كده؟ اه ماشي، اتفضلي ورحرحي. هتنامي كده؟ كده ازاي يعني؟ مش هتقلعي؟ انا لو قلعت هنزعل كلنا على فكره. في حد في الدنيا ينام ببشكير الحمام؟ ايه ده، وانا ما قلتلكيش؟ ايه؟ مش انا احتمال اخد دش وانا نايمه؟ فقلت امن نفسي. ضحكتيني ضحكتيني يا مضروبه وانا مقهوره. في ايه؟ في ايه يا وليا؟ رغد. انا حاسه ان ده رخيصت اوي. رخيصت اوي؟ بقيتي بكام يعني؟ مش قصدي، انا قصدي ان معامله جوزي ليا قدام الناس مرخصاني قدام نفسي وقدام الناس. بيحبك يا حبيبتي، بيحبك. الحب عمره ما كان كده، ده عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها. لا فيدي عندك حق، لا ده هو معدي الدبه بكتير. انت عايشه مع وحيد قرني حياتي. شفتي يا رغدة، انا بتعذب قد ايه وساكته. بقول لك ايه يا يسرى حبيبتي، انا اللي بتعذب على فكره. انا متعشيه النبيض بالبيض، يعني قرصه كمان من دول حاجه تفلت مني انطرك برا الشباك. انا حذرتك على فكره. مخمضه وخناقه وخضه، سر القوه في سوبر رغدة. هايل هايل يا رغدة، السامرات وقف الميه. حد يوصل الميه، حد يوصل الميه. بص يا زيد، انت حد الميه، حد يعمل حبيه. اقفلوا كوبري خلاص يا رغدة. انا اسفه خالص يا مستر ادهم، عمال اقول لهم حد يقفل الميه، حد يقفل الماسوره الام، ما حدش عايز يسمعني. انا اسفه. حصل خير، انا بس كنت خايف على الاجهزه، على قوم الشغل كان هايل. بص يا رغدة، رغم ان احنا اتغرقنا يعني، بس والله العظيم دمك خفيف. انا متاكده ان انت بعد الاعلان ده هتمثلي. ايه اللي هتمثل؟ وانا اللي هخرج لها كمان. ليك عندي حته فيلم هبقوله لك على مفرط. لا انا مش عايزه امثل، انا مبسوطه بالاعلانات. شكرا. احنا بكره فرق شاب. ليه؟ الرجاله تعبوا قوي، احنا عندنا شغل كتير. انا كده الايام هتفرط. اسمع كلام، كانش يا اخي عشان الرجاله تعبوا، عشان عيد ميلاد رانيا. هابي فالنتاين يا رانيا. ميرسي يا جريش. ايه ده معقوله؟ هو عيد ميلاد رانيا؟
كل سنه وانت طيبه يا رانيا. وانت طيبه يا رغده. بقول لك ايه، لازم تيجي. اجي فين؟ لا لا ما ينفعش. اصل انا داخل عليا برد، وانا البرد لما بيمسك صدري مش عايزه اقول لك كميه كحه ولا كميه بلاغن، برقد اسبوع. ولا انتوا مش عايزين تكملوا الشغل ولا ايه؟ انت هتعملي زي عيد ميلاد ملك، والله العظيم هزعل منك. من الاخر كده، لو ما جيتيش رحمه امي هاجي الاوضه واجيبك من شعرك. انت ليه عنيف كده؟ خلاص هاجي هاجي. اوه بيت خيالك المريض. اذا سيطر شخص ما على تفكيرك فهذا هو الحب، لا محاله. انت ايه اللي جابك هنا؟ ملك قالت تسليم. يعني انت جاي هنا عشاني؟ ما كانش ينفع ما اجيش. عيد ميلاد كل سنه وانت طيب. انت كمان عرفت يوم عيد ميلادي؟ تحب اقول لك اتولدت يوم 20/4 الساعة كام بالظبط؟ لا دي صعبة عليك شوية. أصل أنا اتولدت يوم 20/4 الساعة 12:55. أنا لو كنت اتأخرت 5 دقايق بس كان زماني دلوقتي برج الثور مش برج الحمل. طب احمدي ربنا، ده بتوع برج الثور دول صعبين قوي. مين عارف الحمل صعبين ولا لأ. بص بقى، أنا مش هفتح الهدية دي بس هاخدها منك النهاردة بالليل في عيد ميلادي، لازم تيجي. ما ينفعش. إيه ده اللي ما ينفعش؟ لا لا لا، ازاي؟ طبعا لازم اجي. معقوله ما اجيش يبقى عيد ميلادك؟ Quem tá presente, as novinhas ali, fica loucando e se joga pra gente. Aparece assim pra ela. انا ممكن اعمل منك نجمة النجوم بس تفتحي لي قلبي. قلبي لو مديت ايدك عليا تاني انا ممكن افتح لك ارلك. تشربي تكيلة؟ لا. ليه؟ اصل زي ما تقول كده تكيلة عليا. بقول لك ايه؟ اسمع، عند دماغي الفيل الازرق عباره عن ايه دي؟ شفت التكيلا ده؟ على زي فودكا؟ هتشوف الناس دي كلها ريانه مالت. محدش قلع. لا هو تقريبا التكييف عالي. وطي التكييف، وطي. لا بس انا عجبتني قوي يا بنت القرود حركة انك تقعدي في الاوتيل لوحدك. لو مديت ايدك تاني هقلع كعب الجزمه ده وهرشقه بين عينيك. السيد اللي قاعد جنبي ده في كولوكوني سي جوغا برا جنت. افريسي برا يلا. بقول لك ايه؟ جربت دماغ المهرجه؟ ايه دماغ المهرجه دي؟ دي عباره عن زي كونياك على سطل بيره. ويعمل ايه المهرجه بقى؟ هيركب الفيل الازرق. مش تبركيلي مش انا هغير الدراع ده؟ اسمعين يا زعلان، قرفانة منزعجة. طب اعمل ايه في المزوخ اللي انا قاعد معاه ده؟ سوخ منه. بقول لك ايه يا مستر ادهم، ممكن ادخل الحمام؟ هتعمل ايه في الحمام؟ هعمل ايه في الحمام يعني؟ هطلع بطاقة؟ اكيد هعمل بيبي. اوه بيت قذارتك. مش هسافر. افتكرتك مش جاي. ما ينفعش ما جيش. حلوة قوي. عجبتك؟ حلوة قوي بجد. وحاطط صورتي كمان. انا حطيت الصورة اللي انا اخترتها. نص التاني. لا النص التاني ده بقى بتاعك انت. انت اللي تختاري. بقول لك ايه؟ أنا محتاجة أدخل الحمام حالا. هو ده بجد ده ولا ايه؟ لا ده جرافيك.
بلاش مع الكلام بقى. هتخش لها الحمام الحريم ازاي بس يا مستر ادهم؟ عيب. ايه ده انت فاهمين؟ اهي جت اهي رغده جت. ايه ده؟ في ايه يا جريش؟ ايه اللي حصل؟ الحق يا رغده، مستر ادهم عايز يخش لك الحمام الحريمي. طب سيبه لي يا جريش انا هتصرف معاه. استمتع يا مستر ادهم، ديسباسيتو سباسيتو. وحشتيني. بيقول لك ديسباسيتو ما تعقدهاش انت بقى. ايه ادهم انت ايه اللي جرالك؟ ادهم حاجه كده؟ لا ادهم بالبسطرمه خنقتني. عندك حق، المفروض تاخد على بعض اكتر من كده. اسمعيني بقى. ايه ده؟ النهارده انا لو ما اقتحمتش حصونك الليله دي مش هتعدي. لا اهدى شويه يا عم قطز، اهدى كده وريح. اهدى. بقول لك ايه؟ انت جربت دماغ الفيل الازرق ودماغ المهرجه صح؟ جربت دماغ الحصان الاسود؟ عباره عن ايه الحصان الاسود؟ ده بص شوت تكيله على حبه ويسكي على حبه فودكا على زيق ليمون على زيتونه مخلله. تلاقي نفسك احمد السقا. اشرب 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 يا حبيبي. ايوه استاذن انا بقى. ها ولا بقولك ايه، انت خنقتني. كلمه تانيه هفضل دماغ فلاك.